قال القيادي بالحرية والتغيير وجدي صالح إن تعيين الولاة المدنيين خطوة ومرحلة جديدة لإكمال أهداف ومهام الفترة الانتقالية والثورة. قال خبراء اقتصاديون إن حديث رئيس الوزراء بشأن عزم الحكومة على رفع الدعم عن المحروقات بصورة متدرجة أحبط السودانيين ورسم صورة قاتمة لما سيكون عليه الوضع الاقتصادي في مقبل الأيام. قال رئيس حزب الأمة القومية صادق المهدي إن الوضع الحالي لن يستمر بسبب التناقضات والسياسات المضطربة. شددت الجمعية السودانية لحماية المستهلك على ضرورة ضبط التجارة الداخلية والخارجية من خلال ضبط الأسعار ومراقبة عمليات صادر السلع الاستراتيجية. السلام عليكم.